شهد الرئيس جمال عبد الناصر الاحتفال بعيد العلم السابع الذي أقيم بجامعة القاهرة، واستقبل الرئيس عند وصوله السادة أنور السادات ونواب رئيس الجمهورية والوزراء ومدير الجامعات. وقصد الرئيس إلى قاعة الاحتفالات التي احتشدت برجال السلك السياسي وأساتذة الجامعات وطلبة المعاهد العلمية، فاستقبل سيادته بعاصفة من التصفيق، وتصدر سيادته المقصورة ومن حوله نواب الرئيس والوزراء، وبدأ الحفل بمرور موكب الفائزين من المتفوقين من الطلبة والطالبات، يتقدمه حامل الأعلام. طالبات نشيد العلم. نشيد ناصر. السيد كمال الدين حسين نائب رئيس الجمهورية عن عيد العلم فقال: لقد آمنت الثورة بأن القطاع الثقافي من أهم القطاعات التي يقوم عليها المجتمع الحر الذي يندفع فيه الشعب بمجموعه الكبير في تطور دائم، بعيدا عن كل سيطرة وبعيدا عن كل استغلال. وألقى بعد ذلك السيد عبد الرحمن الرافعي كلمة عن جوائز الدولة، وتحدث عن تقدير الدولة للنابهين من رجال العلم ورجال الفن ورجال القلم، ثم تحدث السيد الرئيس. لا شك أنكم تعيشون اليوم بكل اهتمامكم وبكل أعصابكم مع المحاولات الكبيرة التي تجري الآن في وطنكم، سعيا إلى إيجاد تنظيم شعبي ينبثق عن إرادة الجماهير الحرة ويعبر عن آمالها وتنظيم خطاها طلبا لهذه الآمال وتحقيقا لها. منذ سنوات طويلة كافح الشعب من أجل إقامة مجتمع جديد، كافح الشعب في سبيل الثورة، بل ثار الشعب من أجل إقامة هذا المجتمع. صار ثورة أعرابي، ثار بعد ذلك
ثورة 19 ثار بعد ذلك، وكان في ثورته يستهدف إقامة هذا المجتمع الجديد الذي نعمل من أجله الآن. لم تكن ثورة 23 يوليو إلا امتداد لهذه الثورات من أجل وضع هذه الآمال موضع التنفيذ، من أجل تحقيق آمال الشعب التي كافح من أجلها واستشهد من أجلها، كافح ضد السيطرة المعتدية الخارجية، وكافح ضد السيطرة المستغلة الداخلية. وكان انتصار هذه الثورة في 23 يوليو إنما يعني أننا نريد نظاما سياسيا جديدا، ونريد نظاما اجتماعيا جديدا، ونريد أيضا ثقافة جديدة. وكان لا بد للمراحل الثلاث أن تسير على مراحل مختلفة. كان لا بد للثورة السياسية أن تبدأ عملها، ثم كان لا بد للثورة الاجتماعية أن تسير في طريقها، ثم كان أيضا لا بد للثورة الثقافية من أن تفرض وجودها. وكانت الثورة السياسية هي أول مرحلة من مراحل هذه الثورة. وفي أول أيام هذه الثورة قلت لكم أيها الإخوة إننا سنسير في هذه الثورة في ثورة سياسية وفي ثورة اجتماعية، وقلت أيضا إننا سنسير أيضا في ثورة ثقافية، لأن الثورة الثقافية إنما هي الثورة الفكرية التي تمكننا من أن نحافظ على انتصاراتنا، وتمكننا من أن نحافظ على مكاسبنا، وتمكننا من أن نضع مطالب الشعب موضع التنفيذ، وتمكننا من أن نقضي على الظلم الاجتماعي، وتمكننا من أن نقضي على الاستبداد السياسي، وتمكننا من أن نقيم بين ربوع بلادنا حياة حرة كريمة، حياة نشعر فيها بالعدالة الاجتماعية، حياة متحررة من الظلم الاجتماعي، حياة نشعر فيها أننا نسير جميعا من أجل بناء بلدنا تحت راية الكفاية والعدل. وفي نهاية الحفل قام الرئيس جمال عبد الناصر بتوزيع الجوائز والشهادات على الفائزين والفائزات في العلوم والفنون والآداب والتصوير. وكذلك وزع سيادته الشهادات على المتفوقين من خريج الجامعات والمعاهد العسكرية والدينية. كان السيد الرئيس يصافح المتفوقين ويهنئهم بين الهتافات المدوية بحياة الجمهورية العربية المتحدة وحياة رئيسها.